وده كلامي للرجال، للرجال والاشباه الرجال اللي عاملين نفسهم رجاله، ماشي؟ لما تبقى انت زوج وتبقى انت زوج ومطلق، انا عارفه انا حالات الطلاق، انا بيبقى اولاد المطلقين عندي ارام، والله مش ارام، بيبقوا اولاد ايتام. لو الاب مش عارف، قال الله قال رسول الله، لو رب ما بيراعيش، اب ما لا يراعي ربنا في حياته ولا كده. انا هقراكم السكرين اللي جات لي ومنتشره على الجروبات، وانا قلت لكم قبل كده، واي نقاش على جروب رجاله او جروب نساء وبيعمل قلق انا لازم اطلع اتكلم فيه. اسمعوا معايا بيقول ايه. بيقول له ده واحد مطلق بينصح واحد تاني مطلق، وانا قلت لكم جروبات الرجاله فيها حاجتين، يا يبقى زوج قيوده زي الفل وراجل زي يعني السكر اتشال على الدماغ، ويقول له عايز اجيب له زوجتي هديه، يخش عليه جيب لها هديه ليه وانت مش راجل وانت مش عارف، ويقعدوا يوسوسوا يحسسوه ان هو عامل حاجه غلط. يا سيدي ربنا هديه لزوجته، ربنا هديه، ما تسمع الكلام، ما تسمعوش الكلام. طيب هقرا لكم السكرينه وشوفوا معايا، وانت هسيبكم انتوا تحكموا، وعايزه التعليقات تطلع لي كده عشان هقراها. بيقول له يا باشا اعمل زيي انا، لحد دلوقتي ما دفعتش مصاريف المدارس، ما هو طلق مراته فطلق عياله، يعني انتوا فاهمين، فهو رماها بعيالها. انا لحد دلوقتي ما دفعتش مصاريف المدارس ولا هجيب لهم اشياء، وخليهم وسط زمايلهم شحاتين، بيتكلم على اولاده يا مسلمين، بيتكلم على اولادهم، وهخليهم كده في وسط اصحابهم زي الشحاتين زمايلهم بالجزم القديمه، عشان صحابهم يعرفوا في المدرسه ان امهم مطلقه. يا نهار ابيض، ده اب بيقول كده على اولاده، ويقول لاي واحد، وبقول لاي واحد بينصح بقى الرجال المطلقين، بقول لاي واحد ما تصرفش مليم على اولاد المطلقه ولو كانوا من صلبك، ولسه المفاجاه هخليها ما تعرفش تعيش يوم واحد، وهبعت لها كام سرسجي، يعني كلمه سرسجي بتتقال على 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 حد مش كويس، يعني يخلي العيال ما يعرفوش يبصوا في وشها. انا مسافر المغرب كمان كام يوم، وهتجوز ست ستها وبدون قايمه ولا مهر ولا ذهب، ذهب بال 20 كيلو، وطبعا اسمه موجود وسكرينه موجوده، بس انا طبعا لما هيتقطع الفيديو ده مش هجيبها لكم بالاسم والبتاع، الاسم موجود والبتاع منتشر. ده راجل، يعني انا عايزه اسال، ده راجل، ده اللي بيعمل الكلام ده واللي بيقول كده على اولاده، هو طلق، انت طلقتها، لها حقوق؟ لا، ما لها حقوق برضه، ونفقت المطلقه ولها، وعيالك لهم في، هم انت رميتهم، انت رميت عيالك لما تعمل بوست زي ده وتنصح فيه الرجال. يلا بقى يا كل واحد طلق مراتك، اعمل كده وودي عيالك شحاتين، ده في وشك، ده عيالك، ده انت هتعمل كده هتيجي عندك، ده عيال، ده اسمك، ده حاملين اسمك، ما تبقاش راجل. ده الكلام ده لا يرضي الله، الكلام ده لا يرضي الله، انا بقول لكم اهو لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هيحاسبه، واللي هيعمل زيه، تخيل الراجل ده تاج ولا نعرف حلق كذا، والبوست ده موجود والناس بتعمله، بتشوف كم واحد سمع الكلام، بس عايزه اقول لكم التطبيل بقى على البوست ده عامل ازاي. ليه كده؟ ليه يحصل كده؟ والله لا اخلاق مسلم ولا اخلاق رب. الفطره باظت، فطره الابوه باظت، بس احنا في زمن لا فيه فطره ولا فيه هيله ولا فيه سواد، ومشيهم زي الشحاتين بجزمهم القديمه في وشك، وتعالى قابلني يوم القيامه، تعالى قابلني بقى، والانت واللي زيك، اوعوا يا شباب حد يعمل كده، يا ابني ما حصلش نصيب، طلاق راقي كذا وكذا، شوف العيال في يوم كذا، شوف مش عارفه ايه في يوم كذا، وخلاص. ويبقى في طلاق راقي، لا العيال تتضرر ولا انت نفسيتك الاولاد يبقى رمونا، ما بيحبوناش، جابونا ليه؟ ويطلعوا بامراض نفسيه، نفضل معاني في يومكم. فليه نعمل كده؟ انا لا ارضى هذا الامر، والراجل ده انا هوقفه يوم القيامه، ولو ما سمعش المقطع ده دول سبحانه وتعالى يسمعه، وربنا يهدي عيالك يا ابني، عيالك يا ابني في ايه؟ باسمك يا حبيبي، يا ابني ليه تعمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى